بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يتيبخا قوتين ذات آيات بنقلانا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. أزوك الصومي وكذلك أزوك الصومي جعلناكم أشني خوي أمة وسطا زيقوت زخان قومي أشني خوي لتكونوا شهداء على الناس قيشامات أمة محمدات وسكل لايم شهيد رقت خنوكت لتكونوا شهداء على الناس لوخاج دستيو لوخو زبردو نتلي رقت خنزاخات تخبايا لتكونوا شهداء أي لتكونوا على الأمة أن الرسل بلغوا الرسالة للأمة. وكذلك أنتم يا أمة محمد جعلناكم أمة وسطا. أمة محمد هي أمة وسط لتكونوا شهداء لكي تكونوا على الناس شهداء كأن أن الرسل قد بلغوا الرسالة. رغتغن الأميل خاج الذي ستعيلوخ التايز برد نتلي ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول مخاخات لي رغيخوني كد زاشني خاتن دخبايا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم زناخ ما تسقب تاش تسقب زناخ قبلة خاوي زاشنا شنار ناوي. وما جعلنا القبلة التي زناخ با بيت المقدس كفون بفيت خاو كلاش تسقد زناخ التي كنت عليها إلا لنعلم ناري كتلة تاوي نتيوك كتلة تزاشنوي من يتبع الرسول ما أنت رسول تقتل زان من الذي يتبع بكل ما أمره الرسول ممن ينقلب على عقبيه حتي يستمع يرقب جزالات به ما ناتخون تخو رسول يتخيتل ما رسول زاشعوقه عليه الصلاة والسلام يتخيتل زان نحيجك نتيوك أخو كتلة نبيج أخو كتلة يقضال وسخان زوت الناتو يارن له زاشي بنت خالق سبحانه وتعالى. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يروس وصلاة زي تيمر خو قلبو بك إبلا مسجد خو اصحلو بي يديرشي خانة قيرهم الذي وافقه بلاي زي مري بتيما كل زوم تيمرين. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يا منافقات يا حق زبلات بقدير أنت أحش زي مر يسامة تيمر لأروسي بريزني بيحل إلا على الذين هدى الله زكني وسؤاش بلاي اللحداي زستياش بلاي وي ألاي رسول عليه الصلاة والسلام زي ما ريب تأمر لي زلت زي ما ريب زلت إمارات ميمر كله قدير روسيا الآي بيرز لي ما قدير كتخم بي ما تأمر لي زي فركات تيوي الله هداي ستياش بلاي. وما كان الله ليضيع إيمانكم الله سبحانه وتعالى دلاج خو يبل بخزال منتا. وما كان الله ليضيع أعمالكم أي معنى إيمانكم. وما كان الله زخان من ربي خالق سبحانه وتعالى ليضيع إيمانكم يبل بخزال من تخالق إيمانكم دلاغاتك كلهم. إن الله الله سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم أي ذو رحمة واسعة. إن الله الله سبحانه وتعالى قاف عيسو بي أركت رحمتين زخان أنت سبحانه وتعالى. إن الله بالناس لرؤوف رحيم
رحمتن يزخان أنت خالق سبحانه وتعالى قافاي سولي. قد نرى تقلب وجهك في السماء. وبعد ذلك قبل ما تنزل هذه الآية، هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان يوم كان في مكة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بين الركنين، بين الركنين، الركن الأول يكون إلى جهة بيت المقدس، والثاني بين الكعبة وبين، لأن الركنين كان بين الكعبة وبين البيت المقدس. فعندما هاجر إلى المدينة، فعندما هاجر إلى المدينة انشغل ماذا يفعل، لأن ما في ركن، ما في الركن، الركن بين الكعبة وبين الركن اليماني، هذه الجهة ما كانت في المدينة موجودة. وبينما هو على هذه الحال كان يصلي يتوجه إلى بيت المقدس، وبين ذلك يوم من الأيام وهو ينتظر من الله، فرفع رأسه إلى السماء وينتظر من الله الأمر لكي الله يأمره أن يتجه إلى بيت، إلى الكعبة، فنزلت هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. أتحاري رسول عليه الصلاة والسلام في سيو قبلة مسجد زيوسا كعبة محيبة كوت ركن اليماني لوزان كوت ركن نارة كعبة ما بين و بين الركنين، كعبة ما بين و بين الركن اليماني كوت أحزو في سيو كعبة كفوين كوت يا شيء زالنا أحزو كعبة كفوين زخان أنت أحزو بيت المقدس كفوين زخان النار ما أزوي نبي في سيو بيت المقدس كفوين يا شما يسجدوا نارو أتحاري مكة بي وتوما مدينة زحاروسا يين كوت التايل من أشالو ما حسب بوؤو ما سنبايو ما في سيو بيت المقدس كفوين كلاش يسجدوا نارو يكوت بيسالو كذا حد يا ماج وتوما جزمان زيو من النار يحس بناره قبله كعبك فين يشلا يكوت أركوت يحس بناره يجز بناره أزوي نبي وتوما روسيو كلها يحفاشو ما سمي كون حيجو ما ينكروا ناره فز بأركوتهم الله يتقصوا ناره قبل زيو كعبك فين يشلا يكوت فز بجزمان زيو النار أركوتهم الله يتقصوا ناره يسا أزوي نبي مدينة بيسالو كذا مكوت يا شالو يحس بزالو الله تقص زالو كذا في سيو كعبة كفون وش بايتي مديجة ينقر زالو روسي وكلاي سميكون يحي زالو كذا حيايات ورتي قد نرى تقلب وجهك في السماء نرخانا يا محمد في تخاو سميكون موش خاو حوجيخ قزما خاوم أقنع فولي وجهك فلنولينك قبلة ترضاها رني خفيتها وكلها يرصها وكلها يحف موشخها قزما خام نوك أنا واتي حوجي فيتها تود دازخ قبل كفوين عشنا نخ فلنولينك قبلة ترضاها حوجي واتي عشنا نخ نشلخ أنا حدو ما تحس بي قبل خاو زيجي زمخ كفوين كعبة كفوين تخشى زخ كفوين قبلة ترضاها تخشى زخ كفوين واتي عشنا نخ فولي أخفيتها وقرقبوش وجهك شطر المسجد الحرام في تخاو مسجد الحرام كعبة كفون في تخاو نوتي بيت المقدس هاتو قبلة وحدقة أخاخ يبحرلخ وحيثما كنتم زال خبوء الطيبة فولوا وجوهكم شطرة أينما كنتم أنتم بالمشرق ولا المغرب أن يكون قبلتكم إلى جهة الكعبة الاختلاف ما يهم إذا الإنسان يولي وجهه وإذا كانت القبلة إلى الكعبة الشرق والمغرب هذه ما يضر وحيثما كنتم أينما كنتم في الشرق ولا المغرب فولوا وجوهكم شطرة أخي التايبة وآتي تخشى ذاك كفون في تخاو كعبة كفون قبلها وعشر الإخوة قرقبوش في تخاو
بيت المقدسة توحدقة يبحرخ وحيث ما كنتم زال خبط تايبة أمريكا بحلخو أو استراليا بحلخو كندا بحلخو باد بحلخو أرباداش قرب بحلخو كل خوم في تخو كعبك فون يخني يي عيد قاد لخو حجوا كرسي يوشخو أتبتي عيد تلالخو يي عم أنت خلاص يي نبايا خالق وحيث ما كنتم فولوا في تخو قرقبو شو فولوا وجوهكم شطرة زقفون يخني وإن الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب لا يعلمون يقالوا أنه الحق من ربهم الذي بحق زي جنت لي يقحلوا وما الله يا يقزالوا يا بلالوا بلاي وما الله الذي خان زل الله سبحانه وتعالى وما الله بغافل الله غافل ملتا عما يعملون يا شوزال كلهم يقال خالق حشيم النبي الشيمك بامي أهل الكتاب يعلمون أن هذا هو الحق ولكن يرفضون الحق وما الله بغافل فالله ما يخفى عليه أما يعمل الظالم الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه حشيم النبي الشيمك بامل غافل من تخالك عما يعمل يشوز الكل بهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك يهوديات أهل الكتابات زخشخ كتاب وديجخ لا يقرم الزياش زيت ختلات انتي أخاهم وما أنت بتابع قبلتهم الزياش قبل تختل زالاتهم انتي أخاهم تتختل زخلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض يهودي لمتكم لحلا نصراني لمتحلا حتى تبت ذاش سوزوزو يهودي نصراني قرب قبلة يا شمير نصارى قرب قبلة زو يا شمير نصارى يهودي كفوي قبلة زو ما موشلي زي خشاش انتي يلوي ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولكن يحك استيجا لحساب حرلي استيجا سابي حرلي الزياج تخيت الخقر علمي آيات زورد سابي حلك إبلا خاو كعبا كفون يوش بايت زنا حق زاردنا لحساب حرلي الزياج تخيت الخقر إنك إذا لمن الظالمين أزوس أخاخ رخاو زيلم خاج زيلم رخاو زيلم خبايتي انت يلا الخالق رخاو ظالمات بأحزو عاشقي يلا الزول بايتي يبحر لي خامي قبل ذاته بيان عشان نزال آياتها تحلو في الإمام على يخام أحد حل وبعد هذه الآية الذي توضح لنا عن موضع القبلة ولكل وجهة هو موليها من بيت انت ولكل وجهة أي أهل كل ملة قبلة والوجهة هو اسم التوجه كل قبيلة لهم كل بعد بزال لهم قبل حلاوي في سو قرقب يا شامة اللو عبادة يا شبالي صلاة سجد بالي قبل حلاوي هو موليها قبل زوي لحدما يسجد بالي كل زولهم قبل عشنا لوبايا في سو قرقب يا شميك أني ماما قبل زوي لحد بازال أشل نيوبايا هو يكفون بين سجدان هي دي بين سجدات هو ذات خطين تان هي صحين تان تلو ليه من تبايا خالق سبحانه وتعالى يباي تهوحي دقموي فاستبقوا الخيرات أي لا تقوموا تنقضوا هذا وتنقضوا هذه لا ولكل أهل المشرق لهم قبلة وأهل المغرب لهم قبلة إلا أنهم يكون التوجه إلى بيت الحرام هذه القصد وهذه العلامة القليلة التي تميل إلى جهة الشرق وإلى جهة المغرب هذه ما تضر يلا بيتي يكأستي يا رخزال ما أحد خلافة ديج بخزال أزو ضروري شيء التام شيطان ما بيني ببو أمات أتبتي أحد زن خنكت ما زنتك حلمة زنتي وادتكت يا شالي زبوئي مزاشي وشي انت
يلي خالق سنانزو متنحقدما اتبتي متجدادلوا اتبتي متكشاشوا اتبتي حجوا كرسي مخنا زلل شي انت يكل يقرال الله زادي جق ولكل كل خولين با وجهة في تخو قرقبتاش وما تسجد بوزاخو قبل حل خبايا ايدين تكعب كفون تكشو سسيت كشو قرقبي كانيت كفون بيتو كفون يي احد شي ماش لخمي البايا خلافة دي جمل با فاستبقوا الخيرات يي خلافة حدا قوموي خيري كفون تراوتوي خيري كفون اشكد الدم وش اللي جبتوي طاعة كفون عبادة كفون يي بخلافات حدا قوما أينما تكونوا زال خبو الطيبة يأتي بكم الله جميعا مشرق بزي سقدام مغرب بزي سقدام تكشو وندل زايام تكشو أن يكفوين زخانام تكشو بيتو كفوين زخانام يأتي بكم الله جميعا أي تديجوا لحلقوا كل خوم نديجا خل حلنا كل خوم يكزنا تكان يكان تكاننا خبايا تحبر خل حلقوا إن الله على كل شيء قدير ما إلا سبحانه وتعالى فراك وصل أنت حشيم زي موسى أنت يا الليخ من مخنا حلبنا في السنة ومد كعب نستي خلاف زو أحشيم الناتو يتقاد لنا زال شيء التام أتحاري آخر زو مرق قبزنا لك فوين كرومين اللسنا نمتنا حق دي مات الناتو روح ذو لنمت برت نار دامت يبرت بخراف مديجا المسلم أخو المسلم رسول ما يلوم عليه الصلاة والسلام إسلام والدي أتبتي أبواحين تيو أتبتي عداوة من عداوة أنت ولا يوم خالق رسول ملايوم عليه الصلاة والسلام هي تكفون بين سجد دالو هي تكفون هي سات خطأ أنت نتاش لي التنا مزول أرزقك لي تخلقنا شو من تنا أبا إحنا قني ما كحل بين نبري ما لتوادد ما حق بين لي تكتل أنت أنوكا خشوك مش أنوكا أن أنت يا مايزخ ليه أنت ما جيش أنت يتوقع زال حوج حشي متوقع مه حوج حزنا محشي نوك اللي حد فراوك دينا فعلى الإنسان أن يولي وجهه إلى جهة البيت الحرام وبعد ذلك يسابق بالطاعة يسابق بالخيرات بالأعمال الصالحات بالطاعات بدل ما ينتقد هذا وتنتقد وتنتقد هذه لا المسلم أخو المسلم لا يظلمه أي زي الماوي ولا يحقره أي كيشاوي ولا تجسسوا ولا تحسسوا بايا بايو تجسس ما توشوي مفوح حرصت ما تبوي هي كونتين هي كونتان تحسس ما توشو اتختاتلو اتفوحرو عبادة بتقبلو وروح دقو اتبتي خلافو اروحكو عبادة لزقبلو خلاف بسالخو حشيم زلاشخو بين لكفون اتقرب قوة اللكفون قف قال أدقبوا إلى الله مرجعكم جميعا فاستبقوا الخيرات طاعة لزكبلوا بايا خير دلاغا أبزحوا خلاف وحدقوا حتى كرسي مخنا وحدقوا آنوك أخذ أشوكم ملون إنا شتنا نقزا ناج إنا شتنا صحب زال ناج ألا يزو كل باطل بحل قيش بلا يحوج أحد سميو كان لفركم أحد سم أينما تكونوا زال خب الطيبة يأتي بكم الله جميعا يسامتكم يديج يديج أخو لحال خبايا يديج أخو لحال زخلك إخو خالك إن الله على كل شيء قدير خالك سبحانه وتعالى كل شيء موش اللي فراكو تزال أنت يلي يلي نرقب جي أحد نخني خلافه نحدق المسلم أخو المسلم على إسلام نسينا كم نميل وستوزنا بحجن لحد ما آن انت يزاش باطل انت والناش انت حق وصواج الناش انت صحيح وصواج على يسو كل مساتس انت حوى أبني ألا أوفي أشلا من إساتس نزايا الزولي أوفى أشلا يوما آن تنيان بحق وزو يقسي بحل الزو ألا أوفي أشلا من زايا لبيتي الزو أوريد القزنار إساتي يسبي يوما ألا أوفي أشلا من زايا ولا جنتي يسبي ما حي ندكي راح حيي الطيبة يكبلا شيو يسحد خلافاته حيي بأمرخ وتبرده ما المد لزكبلو علمي دبلو قرآن محفظ لزكبلو سنان محفظه كمحرقينيو
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ومن حيث خرجت أي تيمزح خساوي أتى فولي وجهك فتحة وشطر المسجد فتحة وكعبة لمسجد. وإنه للحق من ربك الذي بذجل حق انت. وإن هذه شطر القبلة إلى جهة بيت الحرام إنه لهو الحق الذي جاء من عند ربك الذي بذجل أنت. وما الله بغافل عما تعملون. كل خوم تاشو زاخو اللي بحشي مشي مكبامي حق لين نارا يكود قبل خو مزازوكو زاشخو مو خلاف تخلقو اللي زاشخو شي انت كل شي ما اللي بحشي مكبامي يلي حي يتابنك آني خلافون أحدك حد بادو سيو خنما حد كبيل خنما خلافاتو روحو بروحكو طاع لي طاع لي عبادة لزكبلو أحد مخنا اللي جيبتو توادده حج واكر سيت التاشو الناس ما جانا بيتي وكم يحب جنيو ما ما جيش انت حوجي حشي متوقم يلي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قيشا مج حجة ذي خنكت يوزا بلاش روح زي زي لما تخانو بايتي انت فيسيو كعبة كفوين زلاشات روح زي لزي ملحاش ما برتوا برت دشي بمورد بي زي ملحو ما يوز اللي هتاش روح زي وزي زي لما تنتيو ما قيشا مج حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ما يات مستقر مستي آيات بينتا يكبلا وخبايا ناش لأن بيزال خالق سبحانه وتعالى اللي مفو حربي روح زنا وانا الشغلة أو أمري زنا وانا بوردة فلا تخشوهم واخشوني يا يهوديات يا إسا حد خلاف زالياتو أتفريو أنا فريو بايا ما زي مرخو خكبلة بمتليتو وليتم نعمتي عليكم نعمتي يملخو لزاشخو انتا ولعلكم تهتدون يبيزوم تكأنما حقوقاو تتخيتلما حق بذتي مرخو كبلة وتلحدك وتلزاشخو انتبا يا خالق سبحانه وتعالى. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أزوكو السوزو لا لا أخنا ليخو أي أرسلنا فيكم أي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو منكم يتلو عليكم آياتنا حاقت بزخان اللوخ قفرنا ليخو ألا يبيما لديدنا ليخوم يتلو عليكم آياتنا قرآن زناو يكرلخوما بيان أشلخو لزال ويزكيكم يتحرخو زال دل حخوبة كفر خوبة ويعلمكم الكتاب كتابهم يتلعم دخو زال والحكمة علميهم ويعلمكم خزمة لمدخو لي ما لم تكونوا تعلمون الذي كنتم ما كنتم تعلمون جاء أرسلنا لكم محمد الذي هو منكم عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم أي يقرأ عليكم آياتنا الذي ينزل عليه يزكيكم أي لكي يطهركم ولكي يعلمكم الكتاب والحكمة والعلم والشرائع ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الشيء الذي ما كنتم تعلمون جاء لكم محمد عليه الصلاة والسلام لكي يعلمكم دي جلس قفرنا ليخوها خج بزخانة يتلم دخزال يتكير خزال يتحر خزال يكعب كنا أصوبي زلخو كله يتلم دخزال يسا فاذكروني أذكركم آنو مت اللي تأمروا آنو ذكر أشو أذكركم وأنا أذكركم بمعونتي أي أعينكم في أمر دينكم ودنياكم إذا أنتم ذكرتموني بالطاعة ذكرتموني بكل ما أمرتكم فأنا أذكركم أي فأنا أعينكم بما يصلح لكم في أمر دينكم ودنياكم التي أمروا التي ندأوا يسعنوا رحمتي بكتبا شخوخ قرقار آشخوخ دنيا خزاتهم آخرة خزاتهم واشكروا لي زاش خبخن نعمة نعمة الإسلام أفيد كامزات مبلزات مشجزات اللي تبازان مركبزات يكل لهم شكر يقبول حمد يقبول ولا تكفرون زاش خبو نعمة به
كفر توشبا أي زلت التايبة زلت شيئت نفع التنافع بي ستخوخ نعمة تاجبا زي مرخوخ بتأمان بو أفيد كام خو دين خو ليت بو نعمة ساشخوخ بو زاشخوخ بو نعمة كلهم يتخش بازال اللي فرط بحمسا زي مرخوخ بتأمان بو ولا تكفرون ستخوخ نعمته أتكفر بو زلت التابع مرد خوبه فيت كام خو زلت شيبه عبادة زليل با صلاة زليل با اللفرس زليل با يخون وصا نعمته كفرنا بايتين تا نكيج بازانا نقب بازانا نعمة ستينا يوم الله لشكر مقبع الحمد لله يزخانا نكيج بازانا نقب بازانا ستينا زت لي مدينا زلقنا كله ننمدك الزاشينا زرني كله زلقنا أباباشنا أواشنا زلقني كله ستين الحمد لله بل موي شكرك بقو نعمة بي أتكفروا يا أيها الذين آمنوا اشكروا لي على ما أنعمت عليكم أعيده بلغة العربية أي فاذكروني بالطاعة أذكركم بمعونتي واشكروا لي أي بكل ما أنعمت عليكم اشكروا نعمة نعمة السمع والبصر ونعمة العافية ونعمة المأكل والمشرب والمسكن والمركب ولا تكفروا هذه النعمة أعطيتكم لا تضعوها في غير محلها اشكروا بكيف نشكر النعمة ولا نكفرها أي لا نضعها مثلا الصحة هذه الصحة للعب للهو وقد كفرنا النعمة بدل ما نشكر أعطانا الله النعم نعمة الصحة والعافية فعلينا أن نتقي الله بهذه العافية وعلينا أن نحافظ الصلاة على وقتها ولا نضيع هذه العافية باللهو واللعب وأعمال الشر ضياع كده ضياع ما له ما يرجع النفع على صاحبه نعمة السمع نحفظ هذه السمع ولا نستمع فيها إلا ما يرضي الله نعمة البصر نغض إلى ما لا أحل الله لنا نحفظ ونعمة اللسان لا نكثر فيها الثرثرة كلام باطل كلام لهو الغيبة النميمة الانتقاض الاستهزاء السب الشتم فإذا سخرنا اللسان لهذه الأشياء فها نحن كفرنا نعمة التي أنعم علينا نعمة النطق بدل ما نسخر هذا اللسان لقراءة القرآن للذكر للتسبيح للاستغفار لكلام طيب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعلينا أن نتقي الله بكل ما أعطانا الله وأن نشكره بكل نعمة أنعم علينا ولا نكفر هذه النعم يا أيها الذين آمنوا حد نصوا بزمن خوصوا أجوي استعينوا قرقارا فاجوي بالصبر صبر به والصلاة صلاة به إن الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى في كل حال الله سبحانه وتعالى مع الصابرين صابرين عن المعصية صابرين عن طاعة الله مداومين في طاعة ربهم مهما شق عليهم الطاعة مع مؤونة الدنيا صابرين على طاعة الله صابرين عن معصية الله صابرين عن مصائب الدنيا مما يبتليهم صبري اللي سبحانه وتعالى صبري عش سالك محسان تزال صبري زي مريوبي متيمر صبري إذا خطري بما تخطر ما روحك صبري ديزا البلاء عجبي متبي كباجبي منتبي سحشي عجبي صبري المدكيب لو منتاوى يزيدي جبي نشي لأوغا مفاتح حرار بي مجينك بي يدي ما حرى يلي ميمد يلي ميمد اللي ميمد ما اللي بفرجته من قرر التايلي يلي خالق سبحانه وتعالى صبري بي ننقر كت كل سامح الشيء دي جيجر استعينوا بايا قرقار خوفاج أوبي قرقار آم بيفاج أوبي ندي وصبري بي أزو بحرق صلاة
كوترك حفل مسجد ما تقصن إن الله مع الصابرين خالق سبحانه وتعالى صبرا يا شمسا حل خبايا ولا تقولوا أتلوي لمن يقتل في سبيل الله جهاد بزموتاج كرسي من تبي زموتاج شهيداج انتيو إسات بزموتاج شهيداج انتيو يكرو النبي موسى لاج شهيداج انتيو مي بموسى لاج شهيداج انتيو ميتك من تبي موسى لاج شهيداج انتيو مولد بموسى لاج شهيداج انتيو ما أموات موتوا خلاص أتلموي التحجوي بل أحياء عند ربهم بل أحياء ولكن لا تشعرون اللد بحي تيوي رحزيو جنة لفو بي كل بررت جنة بسي تول ذات انت شهيدنا في مسالات الشهيد المبطون شهيد وذات الجنب شهيد والحريق شهيد والغرق شهيد والهدم شهيد هؤلاء كلهم شهداء هؤلاء شهداء بل أحياء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم أي بل أحياء عند الله يطيرون في أشجار الجنة ويأكلون ثمارها أحياء عند الله ولنبلونكم بشيء من الخوف نجيب تخونوي أي هذا خلاص حق من الله أي أوجب علينا أي واجب ولنبلونكم لأن هذه الدنيا دار الاختبار دار الامتحان أي لنختبرنكم نجيب تخونوي زتلاي ما جيبت بيوي ولنبلونكم بشيء زتلاي نبيوي من الخوف ما انت فرتني قفر بخونوي فرت والجوع ما انت رحبي ونقص من الأموال أي قلة المال دينتك تكشو مخنبي دينت بمني جبت خونوي متين الصوبة والأنفس والدي بجيح المست بمني جبت خونوي والثمرات بالسياج البجيح نعمة ب نعمة متين سبيم نجيب تخو نبايا ذرية متين سبيم نجيب تخو نبايا دينت تكشو مستبيم نجيب تخو نبايا يي كل بياخذ تجيبت قسا صبر زاشا وبشر الصابرين صبرنياتو يي كل بي زتلا بيك تجيبتنا يسام الصبر زاشو سا تستيشا يصبرنياتو بايا خالق رسوله عليه الصلاة والسلام وبشر الصابرين ما ناش انت يصبرنيات الذين من هؤلاء الصابرين الذي يبشرون الذين إذا أصابتهم مصيبة أحد مصيبة جبيسة يلزالات قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا شل زاد انتنا برقب زنا من لك فوينتا يلزالات أو زلايات تقر زلنتات الراز زلنخسات أتابين زلنخسات آي دي بوئي تعلم تبين زلايات وقتنزو مصيبة سموسا إنا لله كل زنا من لذات انتنا وإنا إليه راجعون مرق قبزنا لك فوينت أحشيم وقوي لوزال يتعينك لوزال شئلهم مكتوب انت بايت انت أولئك عليهم صلوات من ربهم الذي يسترجعون عند المصيبة هؤلاء الذي عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي صلوات من ربهم حيات تيوي الندبي إنا لله وإنا إليه راجعون الزالات الندبي رحمة سوى ومغفرة سوى يقين زالات وأولئك هم المهتدون الزيات تيوي كنا أتوقعوا زي الحداد أسحلوا ألا مغفرة سوى مغفرة زو يقين زالات رحمة سوى يردي بي زالات حيات تيوبايا وأولئك هم المهتدون أزياج تيوي خير وقو كنا أوتو وقو زل حدات فالإنسان عندما الله يبتليه الله ما يجلس يفكر
إلا أنه يعرف أن الدنيا دار الابتلاء ودار الامتحان بأنواع من الابتلاء، إما بالخوف، إما بالجوع، إما بنقص من الأموال والأنفس. وبكل هذا فالله عندما يبتلي الإنسان بالمرض، بالغربة، يصبر ويدعو الله وينتظر من الله الفرج. فإلي بيتي الدنيا امتحان جاي انت بيتي انت راحة جاي التيم راحة آخر انت متي دي جي قرم حق نصب ما منح البنا زمن نساخ ايدي بوي بيتي مساحت شيات ومسينا كفتي بمدقيبا حياة خاد وروح بمناوت يكلو زي تخش انت يكلو مكت بيزو اديج خبين بيتي كت يتيسال انت. ولكن ألا لي صبر زالة ألا زديجي ببرادي زخانة حشيم خلاص من السماء البام حياة سوزنا ربي وكتبت ينبرال متمدى جزو بحشيم أنا وتميل كفتي بروح زو إسباب ريمت قيبل وميل حياة سويني تال عبادة زو يعيسال ألا لي رادي خنزال صبري بحمسا عبادة كل دبل اللي تال زو عبادة مدبل بحمسا يزو موتا بي وسبليم دوايش لازال خيري دل قزال كذا من برتي انتبلاي متديجة وخلاص بايتي مروحو كفتي بي إلى مستي وحراش ما تجيبل أما تأكد أحد التايم إراز مناوات إيل كأنما يموش زنبي ألا كفون يقر نزال دلاغة كلاتا ألا بيروح كزال دلاغة أنت يوزاش نسا يلينو كخانخو يبي زايد حلن إلى الخالق سبحانه وتعالى أزرائيلو عن بين كفايخو إلى عن حوجي آخرين أنت ولي دي زاخن دينغو برن بروخو إلى كل خابرتك يسي وليد قرا قبزا خنتي اللي بخانا قر كفرخو اللي واجب زاشي ومكتب زو ادي تشخبنا بايتي انت يلي حينت كرح مسكن زينا مسومن زينا قران مقرز زينا اللي رادي نتو قلب زنبي هي قران المسرمه الناشو على نواتينا ما الصبر والستينا ما اللي زدي جبينا كله رادنت بلتي كبر نقر بين سلاسنا بين سومن زنا بين القرآن زنا منها شلينا يلي نتكيرح روح سنا ونتجيب الماء نحس بي زيقال نوشي عدبنا عدبنا تليحدي زيقال نوشي شرط نوشلي حوج بحركم مخنا البشم يينا مخنا قش اللي بيروح كشال اللي زدي جيو سبري ما تكيبل إيمان بحمسا يواجب ذا شيء وانت سو كله بهم اللي رادي مخنا كفتي بي سنبايتي مكو بي حياة خادو مبللو من تاو حياة خادو روح خادو متينك ما أصم ما ميتك بزالو مزو سبب بي الزوم متينك يزلت خام اللد بي خام مغفرة زو مكبت رحمة زو مكبت صبر زالياش أولئك عليهم الصابرين عليهم صلوات الله أي عليهم مغفرة ورحمة من الله وأولئك وكأن الله شهد لهم هم المهتدون وأولئك ألا كيبليو زي كيبليو كنا أتبي زالو نتلي كيبليو بايتين دا صبرانيات لي يوم محدق ما روحو دي الحسو ميسب ألا بمروحك يدخشو ميل بايتين دا ألا تزو خالق سبحانه وتعالى صبري زو رضا زو متكيبلو يرزق أنا يدي جي وشيو وزنا زقح بني تكيبلو كت الله إيمان استنا صبري واستنا. نسأل الله أن يشرح صدرنا بالإيمان وأن يرزقنا الرضا والصبر. إن الصفا والمروة من شعائر الله صفا ومروة الذين بزخانا تاوي الصفا والمروة الذي نسعى بين الصفا والمروة هذه من شريعة الله من شعائر الله الذي ينزو بزخانا تاوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب زي كنت أي الذي يعظم شريعة الله هذه من تقوى قلب هذا الإنسان أي من شدة تقوى يعظم شريعة الله ومن يعظم شعائر الله الا شرعويه قدر زالاشوي يك البز اي كيس تقوى من برتزو رقي سيزال انتابي الا شرعويه قدر زالاج ومن يعظم شعائر الله فانها يا الشريعه مقدر ويا تزيوي
من تقوى القلوب أوزو قلبي زو تقوى من برتي زو لرقي خنزالين تبايا. فمن حج البيت حتخو حج زاشسا أو اعتمر عمر زاشسا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يلي بايتي أزودي محرمة سعيو طواف موشما يبحر لي صفوة مرة موشا يتخش لا زالين تبايا. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. زتي مري بزتي مرا خير لي رحزو زك أنا خير لي رحزو زتي مرا الزو كزانت لي فإن الله خان وي خالق سبحانه وتعالى يا شو زال لي شكري قبل يما جزا زيو خير بيستيحلوي فإن الله شاكر عليم. شكري قبزة لنتا تزول زتي مرا لي شكري قبزة لنتا من بي خير بي جنة بي رحمة بي فإن الله شاكر عليم. أن يشكر من أطاعه. كيف يشكره؟ أن ينعم عليه، ينعم عليه بالجزاء بالنعيم بالجنة. هذا هو بعض تفسير بعض الآيات. إسحد زمن حوبة تفسير ذا شخيات هي أنت يحوج لي دبنك أنانا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام ينقسم إلى 10 ولا إلى 8 أذكره. ما صومن بيتي صومناش بجيح انتيو رمضان ما صومن زلت علي بجيح صومناش حلو يي صومناش ما صومناش بيان أشلخ لي أخشاخ من اللي يصومناش ما بين بي من أين صومن انت اللي سبحانه وتعالى واجب زاش بينما مكفل زال بنا صومناش. الصيام ينقسم إلى 11 ضربا. استراحة انت صومناش. صيام الفرض شهر رمضان. صيام الظهارة الظهارة وصيام النفل وصيام الوطن في رمضان وصيام كفارة اليمين وصيام الفدية الأذى وصيام التمتع والقران وصيام إفساد الحج وصيام كفارة قتل الصيد وصيام النوافل وصيام النذر. صومناش استراحة داش انتي ندي زو شهر رمضان انت خزال نبيه. وصيام الظهارة ولا الظهارة الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت بعد اليوم كظهر أمي. ندي الندي مسوما فرد زخانه وشهر رمضان انت كوتاي نسمنا كوت ألا واجب ذا شبينا أبوش مش ذو حسيد قادني ما يسا يلحل متلايل إذا خشسا حوجي بحر لي خاش آية حتي كوت انتش يلحل يلي ما يبحر لي مرقا قب خشقر كوت وحري يسومني ما لكم زلايا بيبي كوت وحري حرايك أداء زليل بابي ما صومن حلبة صومن سابحر لي يرقب قيلي فركال أحد. يبحر لي صيام النقل الانتقال من دين إلى دين الإسلام الانتقال من غير إلى دين الإسلام كوتايزو كفر به إلى إسلام دين مبؤسا يصوم نوزال. والثالث صيام الرابع صيام الوطء في رمضان حرتينزو مصوما واجب زخان بينا ذي تيبرن يوم من بينتا من زاش نسانتا رمضان وحربي أبوج
مش ضبع مساء ني أقر الزيم خانة باتما تيمرتما زالتي خان تقر كوس يوم كوت وحري إحرائك يسوم نما يبحر لينتا لكم يلبزل علي إيلم حمستان صيام كفارة اليمين الإنسان يحلف على شيء ويرجع على شيء أقسم عليه فعند ذلك يكفر اليمين يصوم 3 أيام إما يتصدق لعشر نفر إما يكسي 10 نفر إما يعتق رقبة حمستايزو نسوم نسمني كوزيتي مرني ومن انت احد ابزي تراسا احشي وزيوش زتوش زنوشا كتليني ترانا يبي حل يزي ترى النبي بمرقه قبضه قشنسا ندي الندي السر سو متبيلا مينتا السر سو متلي بس انت قافي قاف نصب بموجة يي الى نقر شيشتي عم صوما صيام الفدية الأذى إنسان خرج للحج وإما المرأة فجاءها برأسها قمل فتتأذى بهذا القمل فعند ذلك ماذا تفعل؟ إما تفعل إذا تقص وهذا أكثره للرجال يحلق الرجل بالشيء الذي أذاه من القمل ولا بأي شيء فإذا حلق رأسه وهو محرم وجب عليه أن يصوم 3 أيام صيام الفدية إلو زال من انت أبا حج لوتا إما أبا يحج لوتاتي حج بيسان كذا روسو أبو تشاش روسيو حج يزال برد به يشيل دميلو حج بيصالو كذا أنت كماي نكت روسي بي أنت طلعي نكت تابع شيء يزال شيء ديج بيحل ديج سا حج إحرام الإسال بيو كذا أجر زيو يشيل دولي فركالو يشيل دوما ولكن يشيل دولي بيتي شيش تعمش سمنا إناكم حج بيصالنا كذا أزوكت بيجينك أنا زال شيء خانقر تجرزنا ما في تنما أنت أحد شيء تجرزنا ما في تن أنت مقوج أين كتبة أين ترخى بقر ما صوم الناس بيم أبوش بيم ندوش بيم زال أنت بيت أنت ولكن إذا يجي زوبوش بيت تيجي زخاني ولكن عندوج إحرام سال بكذا تجرزيو في تن تي ما تجرزك أب أب بايجر شيء اشتعمش تصوم لي زي بيم تخش به صيام التمتع والقران الإنسان خرج للحج في بداية ذو الحجة 4 ولا 5 فنوى تمتع الحج أن يجعل نسكه تمتع فيحرم بالإحرام من يوم 5 ولا 4 ولا 1 ذو الحجة فيلبس الإحرام ويمر على الميقات ويأتي الحرم فيطوف ويسعى وبعد ذلك ما يقص شعره يروح يحل ويجلس إلى يوم 8 مباح له كل شيء إلا شيئا واحد ففي هذه المرة ففي يوم 8 يبدأ يلبس الإحرام ويصعد إلى منى فهذه هي التمتع والتمتع يبغى له إما الصيام إما الهدي والقران زي بعض ما صومان اتخيش هذا حج لي أصوات وطو حرتان يامات ذو الحجة بي إما حمستان إما أول ميقل زوبي ما نيزي من إلانو عن حج وتمتع حج أشحخ يلو ما ينبي نيزا شاج ما قرأ يطلي حدا يحل ما قرأ إلى يقول يسمنا له شو يشتيا تمتع بيتي من بيتي انت
حج وعمرة واحدة تايموشا من أين كتبه الجبع يجمع إحرام زي لبسما ميقات منية زي شالو يسا مكة دي جالو طواف زي شالو سعي زي شما زبع الإحرام زي جالو تقر زي وكجميلو إحرام زي جمع إراز زي ولايسا قصدوت يا خلاص إلاوة ستين ذو الحجة من أيديت بوزاليا ماشي لا يقول ركسي على إراز بي نبرالو ما كل حياة سيو اللي تالو إلا مش زبيت لك من يوم الأبوة شما زوك سندو شما ما يي موشك عمرا يا شما إحرام زيو ما افتح زيو بيما إلا وحج وقت يخون كيسي يين بمنبرت زيو بي من تا مقرة لحدة يحل ألتمسو من قرانو ما زوك تكوسو حدا تايبين صيام الإفساد الحج فالإنسان وهو في الحج يفسد صيامه بأشياء فوجب عليه أن يصوم 3 أيام حج بيسال كذا حج حجي ويبلي ذا الشياج ما صومت يتليح دحال حلاقر يقوران إيه لاقر يصومنا نشيش تيامته حجي يبلي ذا حجي بإحرام بحمس إساله كذا تفر مكوشة كان بدم موشة حجي ويبلي زال الراتب زي تاولت مقماتر فلما متاشا مسادب زي تاولت شيء مقماتر يوزم ساسلاج صيام كفارة صيد قتل الصيد يبحر لي ما صومنت لحدا نزال من انت إحرام بحمس إسالنا كذا ما قورا إيني أج إيلوم إحرام بحسالنا كذا ما قورا يقلنا عمير زغورا شي من ولا انا ولكن اجي زنبي حشي من غورو مينا صيام كفاره قتل الصيد فالانسان وهو محرم ما يذبح شيء ولكن ياكل شيء الذي ذبح صيام النوافل اي صيام صيام النفل كصيام الاثنين والخميس وفي كل شهر 3 أيام صيام 15 نصف شعبان زي هذه صيام النفل الزبح اللي آي صومن حلبنا واجب ملتا ولكن صومنا شطب بوزان اثنين وخميس نصوم زانا نصوم نوزان وحرب ششتي عماتو أسرى حمستي سوت وحرب حيوان حيا ماتو صومنا زال على أيام الحج ذو الحج 10 ذو الحجة 6 من شوال 6 أيام من شوال يوزم ساسلاج ترفي صومناج صيام النذر نذر إلى من نصوم نازانا هي الصراحة صومنا شين تيبايت انت فالإنسان ينذر أنا نذرت أن أصوم 4 يوم 10 يوم 3 يوم يوم واحد فهذه الصيام 11 أيام 11 صوم الذي ضرب فيها وشرح لنا هذه هي بعض يوزم ساسلاش انت يبعت انت نذري لحد با نذري يلي ما حوجي السرع ما شو نذري باخ وصمني ليلة يوك لنا حل ما صمم بيم نذري موشا أحد يا مجخانا كوت يا مجخانا السرع مجخانا زي فرقني يوك إيش إيسي ما صمم بيم نذري موشا يوك لنا حل صلاة بي نذري موشا يوك لنا حل ألا بيت نذري ناشا ألا زلتا بي نذري ناشا نذري يخلي بين يكوزال يكوزال إليت إما أقدله يكوزال يكوزال آواش حري نذري يخلي بين الزو ألاي ببوزال أنت نذري بين إسبامينا اللي تباشا لي نقر حبل حبل آواش دي حري ما صدق استيوحوك بلاي نذري ناشو مينا نذري يخلي بين يكوزال كبري حري مكو آشي لي الزو دي بأقوري لي اللي أقوري لي نذري أشخ اللي أصومني لي نذر عشاخ صلاة بنذر يا شحل ذكري بم نذر يا شحل السر في لا إله الله إلي لنذري باخو حاجة تملئ لينقر ما يسر حد ما صومناك واعتزال انت بيت انت والأيام المنهي عنه من الصيام 6 أيام يوم الفطر ويوم العيد الأضحى
وثلاثة أيام بعد أيام التشريق ويوم الشك، أيام التشريق هذه الأيام منهية عنها، منهي عن صيامها. زيد خطرني وأيامات لصوم للي زيد خطرني وأيامات من عشرين تيو سدسين تيو. عيد الفطر مصوما إلى نام زخشيو يا أخني. عرف يا ماشي عيد الأضحى مصوما إلى نام. شيشتي أيام التشريق مصوما إلى نام. أيام التشريق أيام أكل وشرب زايد. تشريك أيام مبلا أيام مش أيام عشان تبلا مصوما أيام أنت أيام البيض وضوضاء سرع شيشتي أنت حتى 13 في كل شهر الذي الصيام التي موجودة ما نبدأ من 13 نبدأ من 14 وأحرب شيشتي أيام عشان وضوضاء سرع شيشتي أيام أيضا الأضحى بسرع شيشتي أيام عشان بميقل إيل بنام سرع حرتين بنقل حنا ويوم الشك سدستان جو أيام أنت مصوم اللي تخطرني شك ذا البيان موجود إلى بيان خلنا نكسي مصوما إلى نام رمضان واحد زوم نبوا زوي كنا شكسي بو أي يوم يجي يتيمنا نكسي شك بي مصوما إلى نام. هذه الأيام هذه أيام الذي نحينا عنه يسدست أيامات مصوما يوكل نامل يتخطرنا أيام ما تنتهي بعيد أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يرتدي رداء الكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يقضى لأمته يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يفيق من الخلائق يوم قطع العلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من ينادى بأبي وأمي أين النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يبدو في المعاد نوره وجماله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يتجلى له الرب جل جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشفع لفصل القضاء بين العباد يوم التنادي.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يجوز على الصراط بأمته، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من ندخل الجنة بشفاعته، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يسجد تحت العرش يوم اللقاء، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يأخذ بحلقة دار البقاء، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يقرع باب الجنان، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول الخلق قدوما على رضوان، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يحلى بحلة الإيمان، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يتلقاه الحور الحسان والولدان، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يجلس على سرير الرضا، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يتيه في الدرة البيضاء، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يلقى تحية وسلاما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أول من يتمثل له الخلق في الجنة قياما تعظيما لقدره وإكراما، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل
سيدنا محمد أول من يرتقي في الغرفات والدرجات. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يتكئ على الأرائك في الجنات. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يتحف بالنعم والكرامات. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشاهد رب البريات. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يسمع غناء الحور. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يجلس على كثبان المسك والكافور. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يلبس تاج البهاء والمحاسين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يلبس تاج البهاء والمحاسين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشرب من ماء غير آسين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشرب من الرحيق المختوم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يقوم بين يدي الحي القيوم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشرب من أنهار من عسل مصفى. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أول من يشرب بكأس الصفا. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل
سيدنا محمد أول من تفتح له أبواب النوال والعطاء. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم ومجد ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه بلغ صلاتنا وسلامنا إليه. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا ممن فاز بشفاعته واعتمر بشريعته واهتدى بسنته واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أرنا وجهه، اللهم لا تحرمنا شفاعته، اللهم اجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان في دار السلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا الله إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البائسون الفقراء والمستغيثون الوجلين والمستغيثون المستجيرون الوجلون، المقرون المعترفون بذنبنا، نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، يا خير المسؤولين يا خير المعطين. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم يا الله، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدجال ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك. إلهنا، يا من بابك مفتوح للسائلين وفضلك مبذول للنائل، يا من إليه ترفع الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا من إذا دعي أجاب،
يا سريع الحساب يا عظيم يا كريم يا وهاب. اللهم عظم سلطانك وعلى شأنك وظهر أمرك ولا يمكن الفرار منك، نسألك بعزتك ألا تحجب عنك دعاءنا. اللهم إنا نسألك ألا تحجب عنك دعاءنا بسوء عملنا ومقالتنا. إلهنا نفسنا قائمة بين يديك وقد أضلها حسن التوكل عليك، فاصنع بنا ما أنت أهله وتغمدنا برحمة منك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا تخفى عليه خافية، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو بعباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو على من عصاه حليم، يا من هو لمن رجاه كريم، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من وسعت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من أحاط بكل شيء علمه. اللهم يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا غياث من لا غياث له، يا كريم العفو يا حسن التجاوز، يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء، يا عون الضعفاء يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا محسن يا مجمل يا منعم يا متفضل، يا من سجد لك سواد الليل وضوء النهار ونور القمر وشعاع الشمس. يا الله يا الله يا الله، يا من نجيت نوحا من الغرق يا الله، يا من نصرت إبراهيم على أعدائه يا الله، يا من رددت يوسف إلى يعقوب يا الله، يا من كشفت الضر عن أيوب يا الله، يا من أجبت دعوة زكريا يا الله، يا من قبلت تسبيح يونس بن متى يا الله، يا الله يا الله يا الله. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك، وأن تنجز لنا ما وعدت به عبادك الصالحين المؤمنين يا رب العالمين. بأسرار هذه الدعوات المستجابات نسألك ونتوسل إليك بأن تعجل لنا الفرج يا الله، وأن ترفع عنا الوباء والبلاء وجميع الأمراض والأسقام يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين أكرمنا بالإجابة يا رب العالمين. اللهم يا الله اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لأبا عيني، اغفر لها وارحمها. اللهم اغفر ليحيى صادق، اللهم اغفر لهم جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم
بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة، أعذهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر ومن عذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا الله، عبيدك أبناء أمتك محتاجون إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم إن كانوا محسنين فزد في حسناتهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنهم قد نزلوا بك وأنت خير منزول بهم، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم أنزل على قبرهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل وجههم من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة، ولا تجعلها من الوجوه الباسرة التي تظن أن يفعل بها فاقرة. يا ولي الدنيا والآخرة، اللهم حرم دمهم ولحمهم وبشرتهم على النار برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم يا الله، اغفر لهم خطيئاتهم وثقل موازينهم وحاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ظلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك. اللهم يا الله، انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم ممن يمرون على الصراط سريعا فينجون من حرها ولهبها إلى جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اجعلنا ممن دعاك فاجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته، وإلى حلول دارك دار السلام فأدنيته. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. وفقنا واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا أرحم الراحمين، ببركة القرآن العظيم وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا كريم يا رحيم يا الله،
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.